أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر براءة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها مما رميت به من الزنا: لولا إذ سمعتموه. سمعتم ماذا؟ ها؟ خبر قذف عائشة. هذا توجيه وتأديب من الله للمؤمنين الذين وقعوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض بعضهم وتكلم بهذا الكلام السوء: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بأنفسهم، قال العلماء في تفسيرها: بأنفسهم حقيقة، بأنفسهم حقيقة، أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم، ظنوا بأنفسهم، أي فكما أنه لا يليق بهم فأم المؤمنين لا يليق بها أن تفعل من باب أولى. وقد فعل ذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وامرأته، فقد جاء عند الإمام محمد بن إسحاق أن أبا أيوب خادم زيد قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ معناه أن الحديث انتشر حتى تكلم الناس به في بيوتهم. رضي الله عنها قال: نعم، وذلك الكذب. مباشرة: وذلك الكذب. ظن، يعني حتى لم يجعل لنفسه مجالاً أن إيش؟ لأن الشيء يا أخي يقول اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، فهو نفى مباشرة، قال: وذلك الكذب. ثم سأل أم أيوب قال: أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ يعني هل يا أم أيوب أنت تفعلين الزنا؟ قالت: لا، والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة خير منك. شوفوا هذا البيت الذي ربي، قال: عائشة خير منك. قال: فعائشة والله خير منك. وهذا هو اللائق يا أخواني، يعني أن يقولون أن هذه الآية نزلت في أبي أيوب، يعني يقول: لما سمعت هذا الخبر، جاءك هذا الخبر عن عائشة، وأنا أقول هذا تأديب للمؤمنين عامة يا أخواني، جاءك خبر عن فلان من الناس، قس ذلك على نفسك، أيليق هذا بك وبأهل بيتك؟ كما قال أبو أيوب، قالت أم أيوب: لا، يعني استنكرت، كيف أنا أفعل أم أيوب أنا أفعل؟ صعب. قال: والله عائشة خير منك. وقال بعض العلماء: عبر بالنفس هنا عن الإخوان، أي ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم خيرا، فجعلهم بمنزلة النفس الواحدة من أخوتهم، أي ظنوا بهم خيرا. كما قال الله عز وجل: فاقتلوا أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا. أيهما أرجح يا أخواني؟ أحسنت، كلا الأمرين، أن تظن في نفسك وأن تظن ذلك بإخوانك، هذا أدب. وقالوا: ما يكفي أن تظن في نفسك، ما يظن أن يكون ذلك في قلبك فقط، لا بد أن تتكلم وتنافح وتدافع وتقول. وقالوا: هذا إفك، إفك فقط؟ لا، إفك مبين، يعني واضح الإفك، واضح الكذب،
هل يليق ببيت النبوة؟ هل يليق بالصديقة بنت الصديق؟ يعني لا يكفي أن تظن أن تقول والله ما أتوقع أن يقول هذا يعني هذا، لا، لابد أن تكذب الخبر. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ظن المؤمنون يعني هلا ظن المؤمنون. هذا إفك مبين، لماذا إفك مبين يا أخواني؟ لو تأملنا القصة التي ذكرت لكم قبل قليل، فإن رمي عائشة هو من صنيع المنافقين، وإلا فمجيء المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان في وقت الظهيرة والجيش بكامله يشاهدون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، هل هذا فعل الزاني؟ حاشاه، إلا كانوا تأخروا حتى يدخلون ليلا ولا يدري بهم أحد. ولذلك قال الله عز وجل وقالوا أي بألسنتهم وأسمعوا من حولهم هذا إفك مبين. ثم قال الله سبحانه وتعالى لولا أي هلا جاءوا عليه أي على ما قالوا برمي عائشة بالزنا بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما جاء به. إن كان هذا في المسلمين فيما بينهم ففي عائشة رضي الله عنها أولى، وفي بيت النبوة أولى وأحرى. فإذ لم يأتوا بالشهداء ولن يأتوا بالشهداء لأنه لا حقيقة له، فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي في حكم الله كاذبون فاجرون مفترون. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة. أيها الخائضون في شأن عائشة، لولا فضل الله عليكم بأن قبلت توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفى عنكم لإيمانكم، وهذا الحديث لمن حد، لمسكم فيما أفضتم من قضية الإثم وتحدثتم به عذاب عظيم. هنا مبهم، لكنه أشد مما حصل للقاذف من عقوبة الدنيا من الجلد والتوبيخ. يقول ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية وهذا في من عنده إيمان يقبل الله بسببه التوبة كمصطح وحسان وحمنة، فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه فليس أولئك مرادين في هذه الآية، لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه. ثم ذكر قاعدة جميلة بن كثير رحمه الله، قال وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين، يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم، تلقون ماذا؟ حادثة الإفك، قصة الإفك، خبر الإفك، أي يرويه بعضكم عن بعض هكذا، يعني تقولونه بألسنتكم ليس عن علم ليس عن مشاهدة، يرويه بعضه سمعت فلان عن فلان يقول عائشة فعلت كذا وكذا، تقول من قال قسمعته من فلان، وهذه سمعته من فلان وعن فلان، هذه من أوهى الأحاديث وأضعفها. إذ تقولونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، القول وين يكون؟ بالأفواه. هل يمكن أن يكون القول بغير الأفواه؟ فلماذا قيده الله عز وجل هنا بالأفواه مع أنه لا يكون إلا بالأفواه؟ أحسنت،
يقول العلماء لبيان أن هذا الاتهام ليس له أساس وواقع، وإنما هو كلام يدور في الأفواه فقط. وكيف الآيات يا أخواني، كيف برئت عائشة، ويأتي هؤلاء الروافض قبحهم الله، الصم البكم يرمونها رضي الله تبارك وتعالى عنها، الروافض الذي وصفهم أحد السلف بقوله أنهم لو كانوا طيورا لكانوا رخما، ولو كانوا دوابا لكانوا حميرا، أخس الحيوانات، ولا يعرف عن قوم أحلوا الكذب سواهم. يبرئها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات ويرمونها. انظروا كيف قرر القرآن براءتها، يقول إذ تلقونه بألسنتكم، ليس عن علم، ليس عن مشاهدة، إنما هو أخبار فلان عن فلان، وتقولون بأفواهكم، وقيد القول بالأفواه مع أنه لا يكون القول إلا بالأفواه، لبيان أن هذا الاتهام إنما هو اتهام فقط يلاك في الألسن، لا حقيقة له، لا وجود له، كلام يدور في الأفواه فقط. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي تقولون ما لا تعلمون، ليس عندكم أدلة، ليس عندكم براهين، بل الأدلة والبراهين هي بضد قولكم. الأدلة والبراهين والقرائن مجتمعة على ضد ما تقولون به وتتهمون به عائشة رضي الله عنها. وتحسبونه هينا، أتحسبون أن رمي أم المؤمنين عائشة وبيت النبوة وعرض محمد صلى الله عليه وسلم هين؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تحسبون ذلك يسيرا؟ لو لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هينا، فكيف وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقال في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل؟ الله يغار لهذا سبحانه وتعالى، الله لا يقدر زوجة نبي من أنبيائه. ولذلك لما قال الله في سورة التحريم فخانتاهما، ليس المقصود الخيانة الزوجية، وإنما خانتاهما بمخالفتهما لدينهما، وإن الله لا يرضى لنبي أن يتزوج امرأة غير عفيفة، امرأة غير عفيفة. وفي الصحيحين مصداقا لقوله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ، يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. وفي رواية لا يلقي لها بالا. ثم قال الله سبحانه وتعالى زيادة ولولا إذ سمعتموه، توجيه آخر، ولولا إذ سمعتموه، تأديب آخر بعد التأديب الأول، بعد الأول الذي أمرهم بالظن خيرا وبتكذيب الخبر، قال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. وألا يشعر بنفسه، وألا يتكلم به، وألا ينقله، فإن الأخبار والنقل والإشاعات كم سببت من الويلات. فإذا علق بنفسه، لنفترض أنه قد علق بنفسك شيء مما قيل، فلا تتكلم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما ينبغي لنا أن نتفوى بهذا الكلام ولا نذكره لأحد، سبحانك هذا بهتان عظيم، أي سبحان الله، أيقال هذا الكلام على زوجة رسوله وحليلة خليله؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى موجها لهم يعظكم الله أن ينهاكم ويتوعدكم أن تعودوا لمثله أبدا، أي أن يقع منكم ما يشبه هذا أبدا فيما يستقبل. لما وجههم فيما مضى
حذرهم وأنذرهم فيما يستقبل ألا يتكرر، ففي هذه المرة تيب عليهم وحدوا، لكن في المرة الماضية القادمة إن تكلموا لا يدرون ما الله عز وجل سيكتب عليهم أو بماذا يحل بهم. ولهذا قال إن كنتم مؤمنين إغراء لهم بالإيمان، أي إن ليس هذا من خلق المؤمنين. إن الحديث بهذه القضايا وذكرها في المجالس بل والظن والخواطر بها ليس من أخلاق أهل الإيمان، ليس من أخلاق المؤمنين. إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه وتعظمون رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال الله ويبين الله لكم الآيات، أي يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية، والله عليم حكيم، أي عليم بما يصلح عباده، حكيم في شرعه وقدره. بعد هذه التوجيهات وهذه الآداب التي وجه الله عز وجل بها المجتمع المسلم حينما تنتشر فيه مثل هذه الشائعات، أتى التأديب الثالث، وهذا عام في كل مجتمع. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ماذا نفهم من هذه الآية؟ هل قضية الذين يحبون أن تشيع الفاحشة هم الذين ينشرونها بكل ما تحمله، أو أن مجرد الحديث بها والقذف وتداول الأخبار من محبة الفاحشة، إشاعة الفاحشة؟ وهذا وعيد شديد أيها الإخوة. لماذا الإسلام جعل حد القذف وجعل كان صارماً في هذه القضية؟ ليش؟ لأن الأصل في مجتمع الإسلام أو مجتمع المسلم الطهر والعفاف، وتداول مثل هذه الأخبار إنه مما يهونها على الناس. فإن الناس إذا سمعوا بالأخبار، هذه الأخبار الكثيرة، يقولون كثرة الإمساس تقلل الإحساس. ولذلك أوصد القرآن كل باب يخدش طهارة هذا المجتمع وعفافه. ولذلك قلنا لكم أن مقصود سورة النور هو الطهر والعفاف والستر وبيان الطهر، وأن يحافظ هذا المجتمع المسلم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أي الذين يختارون فهذا تأديب لمن سمع من الكلام، سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه شيء منه وتكلم به فلا يشيعه ويذيعه. فقال سبحانه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أي يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح، ما جزاؤهم؟ لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما هو العذاب الأليم الذي في الدنيا؟ لا، العذاب الأليم الذي في الدنيا قال بعض العلماء الحد، القذف، لأنه إذا أشاع قذف فلان وتكلم بفلان، هذا أحد الأقوال في المسألة، بأن العذاب الأليم في الدنيا هو الحد، وقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله. ولذلك قال وفي الآخرة، أي في العذاب. لكن يشكل على هذا، يعني لو فسرنا العذاب الأليم يا أخواني في هنا بالحد، العذاب الأليم في الدنيا بالحد، ظهر عندنا إشكال. أحسنت، وأن الحدود كفارات، فكيف يعاقب في الآخرة؟ لأنه قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والجواب عن هذا أن نقول إن العذاب الأليم المراد به في الآية عام في الحد وغيره من أنواع المصائب، فيكون الحد على الفعل
وهو القذف إذا قذف، فهو هذا في الدنيا. وعذاب الآخرة على محبة إشاعة الفاحشة، لأنها من أعمال القلوب والتي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فربما يموت ولم يتب منها. يا أخواني، إنسان حتى تتبين لكم هذه الآية قذف فلانا بالزنا، ماذا يجب أن نفعل به؟ نلزمه بالبينة، 4 شهود، إذا لم يأتي بالبينة نجلده الحد ونرد شهادته ونحكم عليه بالفسق. فإن تاب وكذب نفسه تقبل شهادته وعلى القول الصحيح ويرتفع عنه الفسق، يرتفع عنه الفسق وتقبل شهادته على القول الصحيح. لكن الآية هل هي تتعرض للقذف وإلا تتعرض لعمل قلبي؟ ها يا أخواني، تتعرض. يحبون، المحبة أين محلها؟ القلب. ولذلك الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أحياناً إنسان يشيع الفاحشة ويتكلم بأشياء ويشيع بأصناف، سواء بالقذف أم بغيره، أو بنشر الفاحشة أو بأسبابها أو تهيئتها، فهذا ما جزاؤه؟ هل هو يحد؟ توع. فهذه القضية ليست قضية، ليس الحديث فيها عن القذف خصوصاً، لأن القذف أحد أنواع محبة الفاحشة. ولذلك هنا نقول أن العذاب الأليم في الدنيا هي جملة المصائب التي قد يبتلى بها الإنسان نتيجة محبته لهذه المحبة. وفي الآخرة يعذب كذلك. ودليلنا على أن هذه الآية أعم من قضية القذف خاتمة الآية، لأن خاتمة الآية يترجم عن معناها، إذ قال الله سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي يعلم ما في قلوبكم، وأن إشاعة الفاحشة هي تكون بالقذف وبغيره. ويرى ابن عطية رحمه الله أن محب إشاعة الأمر الفاحشة كأمر المحاربين الذين قد تعدوا بالصلب وفي الآخرة بالعذاب، يعني يقول إن أمرهم عظيم الذين يحبون، فكما أنهم يعاقبون في الدنيا يعاقبون كذلك في الآخرة، الذي قال الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، مع أنهم أقيمت عليهم هذه الحدود، لكن لهم في، يقول إن أمر محب الفاحشة أمره عظيم كأمر هؤلاء المحاربين الذين أقيمت عليهم الحدود ومع ذلك لهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا، جواب لولا محذوف، تقديره ولولا فضل الله عليكم ورحمته لفضحكم بذنوبكم ولم يستركم ولعذبكم، لكنه سبحانه وتعالى رؤوف بعباده رحيم بهم، فتاب على من تاب في هذه القضية وطهر من طهر بالحد الذي أقيم عليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبيناً أن كل ما حصل إنما هو من اتباع خطوات الشيطان، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا، كل هذا إرشاد للمجتمع المسلم في هذه القضايا، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرائقه ومسالكه وما يأمر به. والشيطان لما يطلق يا أخواني يراد به الشيطان الأكبر الذي هو أيش؟ إبليس. والشيطان قال العلماء مأخوذ من شطنا،
بمعنى أن النون أصلية أي بعد. ومنهم من قال من شاط إذا احترق. لا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرائقه ومسالك وما يأمر به. لماذا؟ النتيجة ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها. فخطوات الشيطان عمله ونزغاته، قال قتادة كل معصية فهي من خطوات الشيطان. هذا صحيح، كل معصية هي من خطوات الشيطان. ثم قال سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي حينما اتبعتم خطوات الشيطان. والخطوات جمع خطوة وهي ما بين القدمين في المشي، فكأن المعنى لا تمشوا في سبيله وطرقه من الأفعال الخبيثة، لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والفحشاء ما فحش، والمنكر ما استنكرته النفوس. ثم قال سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي أنه لولا فضل الله سبحانه وتعالى لما تبتم، ولما وقعت التوبة عليكم، ولما وفقكم في تزكية نفوسكم من شركها وفجورها. كما قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها، ولكن الله يزكي من يشاء، أي من خلقه، فيضل من يشاء ويرده في مهالك الضلال والغي، والله سميع عليم. شوفوا خاتمة الآية، أي سميع لأقوال عباده، عليم بمن يستحق منهم الهدى والضلال. إلى هنا يا أخواني تكون الآيات الخاصة بعائشة رضي الله عنها قد انتهت، والتي قالت أنزلت في 10 آيات. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. وسبب نزول هذه الآية كما قلنا أن ممن وقع في عرض عائشة مصطح ابن خالة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان رجلاً فقيراً، فكان أبو بكر ينفق عليه، فكأن أبا بكر استكثر أن يقع في عرض بنته وهو يأكل من صدقاته، فحلف ألا يطعمه الصديق رضي الله تعالى بارك وتعالى. يعني شيء كبير، لو كنت يا مصطح من سائر الناس كان ربما نقول الأمر هين، لكن أنا أنفق عليك ولما يتكلم الناس بأمر تكون أنت أول متكلمين يا مصطح. فقال والله لا أنفق عليه أبدا، معاقبة له. فأنزل الله سبحانه وتعالى، شوفوا مصداق، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله رؤوف رحيم. حتى مصطح الذي رمى عائشة رأف به الله سبحانه وتعالى، فقال ولا يأتلي، معناه يقصر، من ألوت الشيء إي قصرت فيه، وقيل من الألية وهي الحلف أي لا يحلف. أولو الفضل أي أهل الطول والصدقة والإحسان والزيادة، ويقصد به من في هذه الآية؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والسعة أي الجدة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. يقول أن كلها اجتمعت في مصطح من أولي القربى، يعني ابن خالة، وكان مسكينا فقيرا، وكان من المهاجرين، أي لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين المهاجرين، وهذا في غاية الترفق والعطف. ثم قال الله سبحانه وتعالى
أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. المسكين يا أخواني إذا أطلق فهو يدخل فيها الفقير والمسكين. إذا ذكر الفقير مع المسكين كما في آية الزكاة فالمراد به المسكين الذي يجد بعض في كفايته، وأما الفقير الذي لا يجد شيئا. فهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال الله عز وجل أمرهم بماذا؟ بالعفو والصفح، أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى، وهذا من حلمه تعالى وكرمه. والصفح أيها الإخوة أبلغ من العفو، لأنه قال وليعفوا، ويزيدون على ذلك بالصفح أيضا، لأن الصفح أبلغ من العفو وأخص منه. فالعفو هو ترك المعاقبة على الذنب الذي يستحقه الجاني، يعني إنسان يا أخواني لما يعفو عن فلان بمعنى أنه لا يعاقبه. أما الصفح فهو خلق زائد بحيث لا يكون معه تثريب ولا تعنيف، فهو أبلغ. ممكن يقول شف ترى أنا عفوت عنك بصورة كذا، عفوت عنك ولا عاد تعود له، وترى إذا تكرر منك ترى إيش أبفعل وبفعل، لكن في الحقيقة هل هو عاقبة؟ ما عاقبة، هذا يسمى العفو. لكن الله أمر بالعفو وزيادة عليه إيش؟ الصفح، فهو أبلغ، وهو العفو الذي لا تثريب معه، أن يعفو وكأن شيئا لم يكن، فهو التغاضي عن الذنب تماما كأنه ما فعل الذنب، ونسيانه مطلقا. قال فليعفوا وليصفحوا. لماذا؟ لماذا أمرهم الله عز وجل بهذا؟ أمر عباده بهذا؟ قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فالجزاء من جنس العمل. ألا تحبون أن يغفر؟ أنتم تذنبون، أنتم تخطئون، أنتم ما تريدون الله سبحانه وتعالى يعفو عنكم، بل وليس يعفو يصفح كأن شيئا لم يكن. فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله إني لأحب، ثم أجرى على مسطح ما كان يفعل. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. إغراء لهم بأن يكون هذا الخلق سائد في المجتمع المسلم، رجاء ماذا؟ رجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان الصديق وكانت بنته الصديقة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.